وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا السفير صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه الاسبق. معالي السفير، نحن امام زياره مهمه للرئيس الصومالي الى مصر، كيف قراتها خاصه في اطار تاكيد الرئيس السيسي ان مصر لن تسمح لاحد بتهديد الصومال؟ معالي السفير صلاح حليمه، هل تسمعني؟ الصوت بعيد قوي. نعم سأعيد. لو تكرمت. نعم نعم، أرحب بك مبدئيا معالي السفير، ونحن أمام زيارة مهمة للرئيس الصومالي إلى مصر، كيف قرأتها وخاصة في ظل تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال؟ لا شك أن هذه الزيارة وهذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة جدا في ظل التطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر. لا شك أيضا أن مذكرة التفاهم التي تمت بين رئيس وزراء أثيوبيا ورئيس أرض الصومال أعتقد أنها كانت بمثابة يعني قنبلة لها تداعيات خطيرة، أصبحت محل استنكار، محل رفض، محل تهديد للأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، لأن المذكرة في واقع الأمر هي ما بين دولة وإقليم، ومعنى ذلك أنها ليست بين دولتين ذات سيادة لهم الآلية القانونية لإبرام الاتفاق، ثم ثانيا هي فيها نوع من السيادة على جزء من أرض الصومال، وهذا أمر يخالف يعد انتهاك لسيادة الصومال ووحدة سلامة أراضيه، خاصة وأن هناك حديث عن احتمال اعتراف أثيوبيا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة. أيضا هناك إنشاء لقاعدة عسكرية في ميناء بربرة، وإنشاء فرص لأنشطة تجارية. وقع الأمر أن الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية أمر يثير كثير من الشكوك وكثير من القلق لما يمكن أن تكون هناك من نوايا تهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر. لا شك أيضا أن ردود الفعل الإقليمية والدولية بما فيها الموقف المصري سواء كان من جانب دول أو من جانب منظمات إقليمية ودولية عديدة، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الجامعة العربية، في الاتحاد الأوروبي، كل هذه الدول، كل هذه المنظمات وكل هذه الدول المعنية بالشأن الصومالي استنكرت هذه الاتفاقية واعتبرتها غير مقبولة، وهناك قرار من الرئيس الصومالي بأن هذه الاتفاقية لاغية نول اند فويد. وبعد أن رجع أيضا إلى غرفتي البرلمان، الحديث الآن على أن هذه الاتفاقية ما لم يتم واقع الأمر التراجع عنها وإلغائها من جانب الطرفين، ممكن أن يكون ذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية، وبعد استنفاذها سيكون هناك أمر يتعلق بحق الدفاع الشرعي أمام هذا التطور الخطير. وحق الدفاع الشرعي أمر منصوص عليه سواء في ميثاق الأمم المتحدة، سواء في الدفاع المشترك في نعم. إطار الجامعة وتأكيد العربية، والموقف سواء في إطار العلاقات الثنائية بين مصر نعم. وبين الصومال. يعني رفض مصر لتهديد الصومال كان في هذا السياق الذي أشرت إليه، سواء السياق الدولي أو الإقليمي من الدول أو المؤسسات. الرئيس السيسي في هذه الزيارة أكد أن التعاون والتنمية بين مصر والصومال شهد نموا ملحوظا وهو أفضل من أي شيء آخر، وأن مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها. إلى أي مدى كانت هذه الرسائل مطمئنة للرئيس الصومالي من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هناك تأكيد طبعا على أن هذه المذكرة فيها انتهاك لسيادة الصومال وسلامة ووحدة أراضيه، فيها أيضا تدخل في الشأن الداخلي الصومالي، فيها أيضا مخاطر تتعلق بالأمن والاستقرار في الصومال وأيضا الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، خاصة وأنها كما أشرت أنها غير قانونية. وبالإضافة إلى نعم. ذلك الموقف المصري، يعني تحديدا الموقف المصري فيما يتعلق بهذه الأزمة نحن نتابعها منذ أيام، ولكن الموقف المصري واضح ونحن في سياق الحديث عنه. معالي السفير، الموقف المصري واقع الأمر من خلال تصريحات السيد الرئيس ومن خلال ما تم من مشاورات
في هذا اللقاء هو ان يعني ان هذه الاتفاقيه غير مقبوله، وعددنا الاسباب التي تجعلها في هذا الوضع وانها لاغيه، وان عمليه خروجها الى حيز النفاذ مساله غير مقبوله، ويمكن التوصل الى الغائها من خلال طرق دبلوماسيه او سياسيه اذا تعذر ذلك وتم فض يعني اللجوء الى كافه السبل لفض هذا النزاع سلميا. فليس امامنا سوى حق الدفاع الشرعي سواء العلاقات الثنائيه ما بين البلدين او في اطار الدفاع المشترك في اطار الجامعه العربيه. نحن نعلم ان العلاقات بين مصر وبين الصومال هي علاقات تاريخيه شملت جميع المجالات، سواء المجال الامني او العسكري او السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي بشقي الصحه والتعليم والثقافه، واعتقد ان هذه العلاقات ممتده. وهذا ايضا هناك يعني موقع الصومال وخاصه منطقه ارض الصومال. نعم يعني العلاقات الثنائيه تسمح لكلا الطرفين بدعم الطرف الاخر فيما يتعرض له من مثل هذه الممارسات الغير قانونيه كما اشرت اليها معالي السفير صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه الاسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.